16 قلنا خلاص 14. يبلغ عدد الجينات في الخلية الجسدية للإنسان حوالي كم ألف جين؟ يبقى من 60 لـ 80 ألف جين. طيب تقع جينات فصائل الدم على الكروموسوم إكس ولا 8 ولا 9 ولا 11؟ 9. يتم ترتيب الكروموسومات في الجينوم البشري حسب عددها ولا أهميتها ولا عدد الجينات تحملها ولا حجمها. طيب اختر من العمود، اختر من العمود. فاحنا هنيجي هنا يقول لك اختر من العمود، هنا اختر من العمود، فهيقول لك ايه؟ انزيم دي اوكسي رايبو نيوكليز، وانزيم اللولب، وانزيم بلملة، وانزيم النسخ العكسي، انزيم الربط، وانزيم القصر، وجايب لك هنا يعمل على كذا وكذا وكذا. فعندك هنا انزيم دي اوكسي رايبو نيوكليز، طبعا ده ايه؟ نمرة كام؟ ده نمرة واحد. فعندنا هيجمع يعمل على تحليل الدي ان ايه، اسمه انزيم دي اوكسي رايبونيوكلييز، اللي هو بيعمل على تحليل الدي ان ايه. طب انزيم اللولب ده بفك الدي ان ايه، يعمل على ايه؟ اللي هو رقم 3، يفصل شريطي الدي ان ايه عن بعضهما. طب انزيم بالمرة اللي هو